الفنانة انتصار منورانا بفوشيا وبرحب. اهلا بيكي واهلا بكل المشاهدين. النهارده كان ختام مهرجان القاهرة السينمائي، كلميني عن حضورك. انا مبسوطة ان انا بحضر الختام بتاع المهرجان، ومبسوطة على اني محافظة على تواجدي في المهرجان، ومبسوطة طبعا لفيلم يوم للستات، ومبسوطة لكل فريق العمل، وبهني بالاخص بصراحة الفنانة إلهام شاهين لأن هي اللي أنتجت الفيلم، وهي اللي كانت حريصة على إنها تخلصه وتعمله، وكانت حريصة على إنها تهديه لمهرجان القاهرة السينمائي. وبشكر كل الفنانين سواء المصريين أو العرب اللي مواظبين على حضور مهرجان القاهرة. إيه رأيك في المهرجان السنة دي؟ يمكن كان انتشر على السوشيال ميديا إنه الناس مش عاجبها أو حاسة إن هو مش بنفس المستوى السنين اللي فاتت. هو بس عشان كان عندنا مناسبة غير سعيدة، ان وافد الفنان محمود عبد العزيز في الافتتاح، والممثلين الفنانين اللي قدروا يجوا لبسوا اسود، في فنانين تاني ما قدروش يجوا لانه كانوا بيشتغلوا وكانوا ملحومين في العزاء وحسوا انه ما لهمش نفس يجوا، فده اللي خلى نسبه الاقبال قليله في الافتتاح، بس الحمد لله في الختام في ناس كتير جت. طيب جيتي معاكي ممدوح وشاهستا. انا عايز اقول لك ان الدوره دي مهمه جدا جدا ليا، وانا مبسوطه بيها قوي عشان خاطر ثوره 38 اكيد، عشان هم معايا فيها، يعني دي اسعد دوره بالنسبه لي. انت ايه رايك؟ بما انها يعني دي اول مره اجي فيها مهرجان القاهره السينمائي، يعني انا جيت الافتتاح ودلوقتي انا في الختام، فانا فرحان جدا ان شاء الله في الدوره 39 اجي على امل ان شاء الله، على امل الله اعلم يعني ممكن اشارك بفيلم، يعني الله اعلم ان شاء الله الدوره الجايه، يعني ان شاء الله. ايوه انا بدعي ربنا ان انا اشارك السنه اللي جايه كتمثيل ان شاء الله يا رب. شايستا يعني هي جايه معانا بتشجعنا. لا واخده ايه منك؟ واخده مني. قولي انت واخده ايه مني؟ انا واخده تمثيلها، شكلها وتصرفاتها، وكمان عيونها. ايه عيونها وكل حاجة. طب ايه اكتر حاجة بتحبيها في ماما؟ ان هي طيبة وكريمة وبرضه بتدافع عننا، ويعني لما مثلا تكون في مشاكل معانا هي بتحلها لنا، و بس. معاكي في البيت؟ جدا. مش نفسنا بتنفسن دايما. بتنفسن؟ انت قلت لي الموضوع ده قبل كده. قالوا قبل كده في انترفيو. تصور ايه جديدك؟ الجديد عندي ان انا بعمل فيلم اخر ديك في مصر اخراج استاذ عمرو عرفه، وبحضر مسرحيه مع استاذ جلال الشراوي اسمها عازف في شهر العسل، وهي اخراجه على مسرح الفن، ولسه بقرا كم حاجه كده لرمضان ان شاء الله انزل بيهم في دراما رمضان ان شاء الله. فستان. احنا فوشيا صح، انا نسيت احنا فوشيا. بعد اذنك حضرتك تسال فستاني. انا لابسه فستان ديكي زي ما انت شايفه كده، الفستان دوت تصميم رغده، ورغده دي ستايلز جديده وستايلز شاطره وبنوته جديده ولسه داخله المجال قريب. اما فستان شاشا مش فوشي برده ده يعني موف. ايوه يبقى انا موف. وريني الكاميرا. ايوه ارجع لورا وريني الكاميرا. وده اختيارها هي وتصميمها هي. عاده ماما اللي بتختار لي كلها. لا انا ماما. لا هي ماما يعني هو انا بختار، وهما بيقولوا حلو ولا وحش، لو حتى حلو بنزل، وحش برضو بنزل، بس بصراحه حابه حاجات.